زون ميكست. جاي لكم من جديد في زون ميكس. بون كنا نحكي مساج كمان الكلمه في لونتين قلت لي جمهورنا موسنا من في ستراسبور. اي جمهور كبير ولا بالحق اختفت ليك معناتها في فرنسا الناس كل يعرفوه جمهور ستراسبور. انا اخويا نحب لواء جمهورنا وحده. نحب ستراسبور. باهي كنا نحكيو على المنتخب قبل ما نقصوا معتز. لامتي قعد مع جماعه مشاو للكان نجم نشوفوا معتز في الكان من جديد. ان شاء الله علاش ليه ماذا بيا الحقيقه يجور يحب يلعب كان ما كناش نجم نشوفوك موجود في الكان هذه. والله كيما قلت انا ديجا حكيت قبل وقلت معناتها لي بوسيبيليتي الكل كانت موجوده معناها نتصور حتى لتوا موجوده ميم سي الله اعلم شنو نجم يصير. لامتي كيما قلت من لو كنت كان بريفيو انتوما الست ملاعبين الاولمبيك كان بريفيو باش ممكن نقولوا باش تكملوا ليفكتيف قبل ما يقتلوا ملاعبين يلعبوا في تونس لكن لامتي كان موجود في الكان وهذا حاجه اكسبسيونيل الملاعبي هذا معتز في لي زونترينمون وانت كنت موجود مع المجموعه. والله باهي الحقيقه مانيش انا باش نقيم الجوارات اما تبارك الله عليه معناها طفل الكوارجي يستحق معناها يكون موجود في الكان. والله يعني قلت لك انا ما نجمش نقيم باش نقول يستحق ولا ما يستحقش كان معناتها ستاف شيف اللي هو يستحق سول مورا يستحق. باهي شنو هي حظوظنا في الكان ان شاء الله؟ والله ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه انا متفائل الحقيقه. فيك اول مره نعيش معناتها في وسط الجروب وشفت الجروب كيف يعيش والله متفائل برشا جروب باهي ومعناتها جروب سوليد وسوليدير وان شاء الله معناتها نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله. كنت موجود قريب للملاعبيه شنو يحكي وشنو الهدف المعلن في بدايه بعثكم؟ والله الهدف هو الكان ما نتصورش ملاعبي معناتها كوركب ناسيونال معناتها في تونس ما يحلمش في الكان. ستاف تكنيك شنو حكى معاك انت كنت موجود غادي؟ والله يفلا حكيو معايا من الاول كي جيت كيستيون باش يدخلوني في الجو باش يحطوني كيما نقولوا نحن في المود ولا حكيو معايا بالبي هزولي مورال حكيو معايا بالقديم نجمو نشوفوك في السجلات الجايه بعد الكان ان شاء الله ان شاء الله. من خلال الكلام نتاعهم استنتجت حاجه انا حكيو معاك في المنحه هذا ولا مازال؟ ان شاء الله ان شاء الله انا كيما قلت لك كل شيء يجيب الخدمه معناها كل شيء يجيب الخدمة إذا أنا باش نخدم وباش نكور باش نوري اللي أنا نستحق أنا معناتها سيرمون باش نكون موجود. باهي نحلوا صفحة المنتخب الأولمبي معتز شنو هي حظوظنا في بلوغ أولا كأس أفريقيا والهدف الأول هو الأولمبياد؟ باش نقول لك والله إن شاء الله نعملوا حاجة باهية عندنا جروب مزيان جروب باهي عندنا برشا معناتها ولادي كوروا لبرا برشا كورجية معناها في الجروب سيرتو كلنا نعرفوا بعضنا بالكدا معناتها نعيشوا بالكدا إن شاء الله نعملوا حاجة باهية إن شاء الله ديجا قبل ما نوصلوا للأولمبياد عندنا معناتها ماتش كونتر الكاميرون دو ماتش هما لي روتور باش نترشحوا للكوب دافريك ومن بعديك إن شاء الله من الكوب دافريك نخموا فيها ومن بعد إن شاء الله نوصلوا نخموا في الأولمبياد. فهل عندك فكره عن منتخب الكاميرون؟ قلت لي فما شكون حتى يلعب معاك فهل؟ اي فما شكون يكور معايا من منتخب الكاميروني وفما زاد اللي يكور في الكلوب موشيلي وفي كنت تبع في الكلوب معناتها في الماتشات الكل نشوفه معناها كيكور وكل ما نعرفش معناتها ما نجمش نقول لك عندي فكره كبيره على المنتخب الكاميروني اما نعرف كما قلت لك فما واحد يكور معايا فما موشيلي نعرفه كهو. باهي ما كنتش موجود في الستاج الاخر معتز. ستاج نتاع الماتش دو كاليفيكاسيون اي كنت مضروب واللي قبله اللي قبله شتي ان ستاج معناتها ما كنتش موجود سي دي شوا هكا كان موجود معنا شكري الخاطري انيس البوسعايدي في واحده من الحصص سالتهم على غيابك انت على ستاج يقولوا حسب ما قالوا هكا معتز ما يتقيدش بالتعليمات. والله سو تفاهم سو تفاهم معناتها انا حكيت برشا من بعد معناتها مع سي شكري ومع سي انيس صار سو تفاهم ويحبوني بالكدا ونحبهم بالكدا معناها ويحسبوني كيما صاحبهم ولا كيما ولدهم وانا كيف كيف نوزر لهم كيما صحابي ولا معناها خواتي الكبار وصار سو تفاهم وحكايه فارغه معناها. هل صحيح انك رفضت تلعب منتخب الاولمبي؟ لا جامي ديجا بالعكس في اي ستاج كلموني نبدا موجود ونفرح ونحب نجي ديما معناها ديما موجود شفت. بون بديت تلعب فرنسا في ليكيب الاولى في ستراسبور هكا بديت تلعب في ماتشات نشوف شو حكايات في نيفو اكبر منتخب الاولمبي. لا جامي معناتها انا ديجا تعديت بتوت لي كاتيجوري معناها في ليكيب ناسيونال مانيش باش نجي توا باش نقول لي المنتخب الاولمبي الوغ معناتها عندنا كومبيتيسيون امبورتونت معناتها نلعبوا كوب دافريك فما اولمبياد معناتها ما تجيش الحكايه اللي تحكي فيها. باهي مش انا حكيت هما حكيوا. باهي معناتها. باهي شنو رايك في تبديل المدرب بعد نهايه التعاقد مع شكري الخطوي وقدوم فريد بابلقاسم؟
مانيش انا باش نحكي على تبديل مدرب كيما قلت لك كيما قبيله معناتها انا من قيام الجوالات ومانيش نقيم مدربين ولا باش نحكي هذايا امور اداريه معناها كل معناتها خدمه اداره معناتها هما شافوا لي المدرب لازم يتبدل بدلوا المدرب انا علاقتي باهيه معناها كل سوا مع سي شكري ولا مع سي فريد ما عندي حتى مشكله معناها علاقتي باهيه بالكوتش كل معناها قابلتوا فهيد بن بلقاسم في الستاج الاخر نتاع المنتخب بحكيتوا شويه على المنتخب الاولمبي هاي بالطبيعه حكينا برشا حكينا على الكاميرون حكينا على الكوب دافريك حكينا على الاولمبياد حكينا برشا معناها احنا ابريتو توا في بارتي معناتها ملي كنا الاولمبيك حتى كان نمشيو مع نتصور وقت اللي باش تبدا كومبيتيسيون مع الاولمبيك باش نكونوا موجودين دونك لوبجيكتيف هو الكوب دافريك ومن بعد الاولمبياد ان شاء الله تابعت زوج مقابلات نتاع جنوب السودان اي بتبيع تفرجت شنو رايك في الماتش الليلي خاطر مره هو اي ما تعديش ماتش الرتور في تونس ماتش الرتور في تونس تفرجت والله الاولاد عملوا لازم انت عملوا ماتش باهي وتعرف سنين من الماتشات هذيما ليسونسييل تربح معناتها نيفو جو ماهوش مهم برشا في الماتش هذيما لازمك تربح هذا ما ماتش دو كاليفيكاسيون بعديك تترشح وقت تخمم ان شاء الله باش تكومبوزي جو نتاعك وباش تلعب بالبلاي وباش تربح ان شاء الله باهي يعطيك الصحة معتز هكا نوصلوا لنهاية الانترفيو نتاعنا نبداو لربريك اللي يستيسروا بها المستمعين نتاعنا في الحصة نتاعنا البداية مع لوكويز 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 معتز باش تجاوبني بكلمة من غير ما تخمم برشا بسؤال عندك حق في كلمة واحدة شكون أحسن لاعب تونسي تشوفه توا مازال ينشط؟ يوسف المساك أحسن لاعب تونسي في التاريخ؟ زبير باي لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف؟ توا بور المومون توا ينشط في تونس معناها نشوف عدا هذي تنرجع لبا اقرب لاعب ليك اقرب لاعب ليا ميلك باي شكون احسن مدرب تونسي فوزي بن زرتي احسن مدرب تدربت عنده رود كلو خاطر هو لانسيك لا بار مش خاطر لانسيك حبو برشا علاش ترينيت عنده معناها انسان بروفيسيونيل يخدم بالقدا يحب خدمته سورتو يعرف اش قاعد يعمل وكل مدرب عنده فضل عليك محرز بن علي علاش كبرت معاه معناها سي محرز رناني من لي جون وترينيت عنده معناتها حتى في الكلوب مع سينيور وعنده برشا فضل عليا وعلمني برشا حاجات ماتش ما تنساش مولداي علاش وكي انا الماتش كيفاش فكرت مولداي في راد بينالتي هذه علاش الماتش هذاك مولداي في راد سانكار دو فينال سيتي معناتها اول ماتش العام هذاك نلعبو تيتولير وقعدت بريود طويله ما لعبتش واستاد معبي وجات بينالتي وستريس وكل ولا شت البينالتي وماركيتها الحمد لله اون بلوس ترشحنا معنا الماتش هذاك هدف ما تنساهش هدف مولداي زاد مش مونتو ايتوال والله بونتو الاتوال صحيح ما ننسيهش خاطر كوميم سان كلاسيكو معناه وماتش كبير اما مولدية دومي فينال كوب دافريك وراتس معبي وجمهور فكيتها البينالتي ذيك على كيفاش والله مش فكيتها تفاهمنا في بعضنا معناه كيفاه تفاهمنا في هو نورمال مو صابر يشوت هكا نورمال مو صابر امينا معناتها انا وصابر نتفاهموا في البينالتيات وكل حتى في لونتريمون دونك عطاه لي قلت له راني حاس روحي معناتها متفائل نحب نشوت وكنت معناتها موتيفي بالكدا قال لي معناتها ما خفتش وقتها من لاعب صغير في العمر هذاك استاد معبي تاخذ الريسك انت والله يخوف ما خفتش خذيت الريسك والحمد لله معناتها كنت عارف روحي باش نماركيها معناتها ما خممتش اني نضيعها الحمد لله ماركيت باجمل بونتو سجلته أجمل بونتو كنت البنغردين 2016 كنت البنغردين 2016 وقت أول ماتش ثاني ماتش نلعبه معناتها مع الكبر في الكلوب أفريكان وقاعد على البنك و 0-0 اللعب كل معناتها الكلوب ونيتي با بيان في الكلاسمون في كل شيء كهو دخلت أول كورة مسيتها ماركيت بونتو في البنغردين وقت تفكر هدف تمنيت لو كان كنت أنت اللي سجلته عاش بونتو مهم بونتو مزيان حسيت فيه صاحبه قلت هذا كما كنت وانا خير لا الحقيقة ما عنديش هدف حسيت عليه حتى مش حسيت معناه بلوط الكورة معناه لا والله ما فهميش انا برشا سألتهم هنا يقولوا لي بونتو مثلا انيس البدري في الكونغو صحيح معقول لازم تكون بيه حكمة تأمن بيها حكمة تأمن بيها غدوة خير
كلاي. حاجه فيك ما تعجبكش؟ حاجه فيا ما تعجبنيش؟ راضي بروحي بالبيت نتاعي بالخايب نتاعي. كل شيء فيك يعجبك؟ حتى الخايب نتاعي يعجبك. باش كون احسن لاعب في العالم؟ ليونيل ميسي. احسن مدرب في العالم؟ غوارديولا. القدوه نتاعك؟ كريستيانو رونالدو. فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه؟ برشلونه. وانت جاي خممت قلت زعما شنو باش تسالني؟ بالطبيعة. اي لقيتهم اسئله الكل ولا؟ ولا فما حاجة ما سألتكش عليها؟ فما حاجات ما سألتنيش عليها، فما حاجات زايدة. اعطينا شنو ما سألتك عليه مادام فرصة مازالت مواتي. ما سألتنيش عليه ما نعرفش. لا سي بون سي بون مريم. نسيت. لا ما نحبش نفكرك، مش نسيت متفكر انا ما نحبش نفكرك انت. تقول لي هكا باهي. نرجع لك السؤال، لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف؟ لاعب تونسي قادر ينجح في الاحتراف نيس البدر. كانت هذه لوكويز. لوكويز. باهي نمشيو لبريك الثانية اللي هي ليكيب تيب. ليكيب تيب. ليكيب تيب معتز باش تعطينا تشكيلة المنتخب في الكان اللي تشوفها أنت. تشكيلة المنتخب اللي نشوفها في الكان؟ أي. لا برشا باش تغش عليا لما حالا ما نجمش نحط الناس الكل. باهي نبدا بفاروق في الكاش. على اليسار أسامة حديد. في اللاكس نحط مرياح وديلان. على اليمين. على اليمين كشريدة. في الوسط. في الوسط. بس نحط غيلان فرجاني وسخير. فرجاني حاضر انت كنت معاه؟ ما عرفش والله. جسبير يبدا حاضر ان شاء الله يحضر. انا معناتها حسب ما شفته في الانترينمون حاضر، مازال ناقص شويه. كيفاش والله ما نعرفش، انا مش طبيب باش نجم نحكم عليه، اما نتصور حاضر. معناتها نتصور ان شاء الله حاضر. باهي قدام شكون؟ قدام نحط يوسف نساكني بسام ووهبي خزري. كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب. هكا نوصلوا لنهاية الحصة نتاعنا اليوم. عاش معتز. لو كنت حاب تضيف حاجة في الأخ. والله نحب نقول لك يعطيك الصحة على الاستضافة، وكلكم يعطيكم الصحة إكسبريس اف ام. وفوالا نوجه تحية معناتها لدارنا وعائلتي وصحابي والناس الكل، وإن شاء الله ربي معنا الناس الكل. ماكش باش تقولي شنو السؤال اللي سألتك هو؟ لا لا مش نقول. يعطيكم الصحة الناس الكل، شكرا ليك معتز الزمزمي، شكرا لانيسة جويني في الإخراج. كيف نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 4 ل 5 متاع العشية على إكسبريس FM.